من جانبه أشاد سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر آل سعود في هذه المناسبة المباركة بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين والدور الكبير في تعزيز العلاقات بين دول الخليج العربية كأداة للإصلاح والعمل الجيد بما فيه خير الشعبين الشقيقين وخير شعوب الخليج والأمة العربية والإسلامية. أنا أرفع وأهدي إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في هذه المناسبة أحر التهاني بهذه المناسبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما متتابعة. البحرين عزيز وغالي، يرفع الرأس هو وأبناؤه في وطنه، وطن فعلا يشيد ويرفع ويعز كل من يكون متواصلا معه. فنحن نتواصل مع البحرين لنكون وإياهم في سفينة واحدة للمستقبل الذي ننشده جميعا في عز ورخاء وسؤدد للبحرين الشقيق وللمملكة العربية السعودية. هاتين المملكتين لهما دور كبير في تعزيز العلاقات بين دول الخليج، وسيكونون إن شاء الله أداة للإصلاح والعمل الجيد والنير لما فيه خير الشعبين وخير شعوب الخليج والأمة العربية والإسلامية. سررت وسعدت جدا بتواجدي هذا اليوم في مناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، ونحن في سلطنة عمان نعتبر هذا العيد عيدنا وعيد مملكة البحرين عيد للجميع. والحمد لله يعني ما يجمعنا دول الخليج عامة علاقات أخوة وقرب جغرافي ودين ولغة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ونحن الحمد لله في تعاون مستمر ومتواصل دائما إن شاء الله. وأتمنى لمملكة البحرين الشقيقة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى يحفظ الله كل التقدم والتوفيق والسداد إن شاء الله، وإلى مزيد من التقدم والازدهار.